النصيرية. أما الصوفية والدعاء لهم بالهداية فنسأل الله أن يهدينا ويهديهم. آمين آمين. نهدي كل الفرق. ويعني لابد في طور الدعوة أن نلين القول للمخالف. أحسنت. نحن الآن نتكلم في جانب التحذير، قد نأتي بألفاظ شديدة أحيانا، لكن الأصل أننا لا نتجاوز الحدود، حدود الأدب، حتى مع اليهود والنصارى، بل حتى مع الذي لا يؤمن بدين، أو حتى الذي لا يؤمن بوجود الله عز وجل أصلا. فلا بد أن يعني لا نغلط عليه، ونكون في تحذيرنا بضوابط شرعية سائرين. هذا في جانب التحذير. أما في جانب الدعوة فلا بد أن ننتقي الألفاظ الطيبة اللينة الهينة حتى نؤثر في المخالف. وهذا موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن الكريم. يعني حينما كان الله يعني يخاطب اليهود والنصارى كان يقول: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. حينما كان يخاطب اليهود كان يقول: يا بني إسرائيل. نسبهم إلى إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، من باب في طور الدعوة ويعني لين الكلام. فنسأل الله أن يهدينا ويهدي كل إنسان بعيد على السنة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.